حديدي حديدي الحديدي جزيري، والهدف الثاني للنادي الافريقي في الدقيقة 89 ينهيها الجزيري، يسجل الثاني بعد كرة وتسويبة من أسامة الحديدي. ناصر شعبان يرجع الكرة قدام سيف الدين الجزيري، يضع الكرة في الشباك الثاني للسياء أمام الاتحاد الرياضي ببنجردان، واخيرا سجل الجزيري الهدف الثاني. حيرة شكري الخطوي، هذه الاعاده وسام الحدادي، ارضيه تسويبه ترجع من ناصر شعبان، هو سيف الدين الجزيري يلعب الكره في الشباك، هدف ثاني سهله. الجزيري يضيف الهدف الثاني دقيقه 89